ينضم إلينا من خان يونس مراسل المملكة باسل العطار. أهلا بك معنا باسل، تفاصيل جديدة لديك مرتبطة بدخول الغزيين إلى قطاع غزة العائدين طبعا، وأي تفاصيل ميدانية جديدة؟ نعم أريج، نبدأ بآخر خبر ورد قبل قليل، حيث أعلن عن استشهاد عامل فلسطيني جاء من قبل قليل، وصل إلى معبر رفح، استشهد جراء تعرضه للضرب من جنود الاحتلال الذين جمعوا العمال الفلسطينيين في معبر كرم أبو سالم قبل أن يتركوهم ليسيروا لأكثر من كيلومترين باتجاه معبر رفح. الإعلان جاء في ظل الشهادات المروعة التي يتحدث عنها العمال الفلسطينيين من غزة الذين كانوا في الداخل وأيضا كانوا في الضفة والقدس، والذين أكدوا تعرضهم للتعذيب والضرب على أيدي جنود الاحتلال والمستوطنين خلال الأيام الماضية. هذا الشهيد هو الأول الذي يتم الإعلان عنه الآن من بين العمال، الذي استشهد فور وصوله إلى معبر رفح جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال في معبر كرم أبو سالم. نحن نتحدث عن أوضاع مأساوية لهؤلاء العمال الذين هم متواجدين الآن عند معبر رفح، جاءوا سيرا على الأقدام، وفي ظل عدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم بسبب أن جنود الاحتلال قد أخذوا منهم كافة الأموال التي كانوا يحملونها وأيضا هواتفهم المحمولة بحسب شهادات العمال الذين وصلوا الآن إلى معبر رفح، وأيضا في ظل صعوبة كبيرة لعودتهم إلى منازلهم بسبب عدم وجود مواصلات عامة وأيضا سيارات يمكنها نقلهم لمنازلهم، إما بسبب نقص الوقود الحاد الذي تسبب في توقف العديد من السيارات في قطاع غزة، أو بسبب الحالة الأمنية. نحن نتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية، وبالتالي هناك خشية من قبل حتى من يمتلك سيارات خاصة من إمكانية استهدافه في طريقه إلى معبر رفح، لأننا نتحدث عن أن الغارات لم تتوقف من الجانب الإسرائيلي.